الهلال هيلعب ازاي بقى بكره؟ طريقه ولاعبين. انا في وجهه نظري كابتن سامي قمصان مش هيحاول ان هو يعني يبتكر كتير، طبعا انا متخيل الضغط اللي عليه، واعتقد في وجهه نظري ان هو هيحاول يحط القطع الشطرنج في اماكنها، مش هيغير مش كتير هيجود. اعتقد ده في وجهه نظري الشخصيه يعني مثلا اعتقد النادي الاهلي بكره هيلعب بطريقه اقرب الى 4-2-3-1، ده في وجهه نظري. اذا مثلا افترضت ان انا اقول تشكيل من وجهه نظري الشخصيه مش معلومه، ده وجهه نظري انا، التشكيل المتوقع، واكيد طبعا واضح ان خلاص تاكد غياب اليو ديانج عن التشكيل الاساسي ده تاكد خلاص. طيب التشكيل اللي انت تقوله ده تشكيل انت متوقعه ولا تشكيل انت تحب تشوف الاهلي بيه بكره؟ الاثنين عظيم. الاثنين خلينا نقول الاثنين. اعتقد حراسه المرمى هيكون محمد الشناوي، وفي بعض الاخبار قالت محمد الشناوي اصيب في تمرين النهارده، لكن انا باكد ان الاصابه لن تمنع محمد الشناوي من البدء اساسي بكره ان شاء الله. خط الدفاع هيبقى رامي ربيعه وياسر ابراهيم، على الظهير الايمن هيبقى كريم فؤاد، الظهير الايسر هيبقى علي معلول، في خط الوسط هيبقى حمدي فتحي وعمرو السوليه. كريم فؤاد مش محمد هاني؟ لا كريم فؤاد. واعتقد مجدي قفشه هيبقى بلاي ميكر، على الجبهه اليمنى حسين الشحات، على الجبهه اليسرى احمد عبد القادر، ومحمد شريف مهاجم صريح، وبيرسي تاو هيبقى على دكه البدلاء. ليه بقى طلعت محمد هاني وايمن اشرف؟ نعم ليه طلعت محمد هاني وايمن اشرف؟ ليه طلعت محمد هاني وايمن اشرف؟ عشان كريم فؤاد فعلا في المباريات الاخيره واضح جدا جدا الثبات في الشق الدفاعي بشكل كويس جدا. كمان كريم فؤاد عنده بقى ميزه حلوه قوي، واتمنى حتى من الساده المشاهدين يبقوا يلاحظوا الحته دي. امسك ستوب ووتش ويحسب لكريم فؤاد وهو بيفتح السبرنت عشان يطلع يساند في الهجوم. فأي هجمه مرتده للمنافس، مش بتكلم على ماتش بكره يعني بعد كده، يعني كريم فؤاد اسمع الاهلي، بص على السبرنت دي كريم فؤاد بيعمله عشان يرجع من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه. وفي وجهه نظري سبرنت الرجوع اهم من سبرنت الانطلاق. يعني ده اي مدير فني يهمه جدا جدا السبرنت اللي انت هتفتحه واحنا بنهاجم وهنرجع ندافع، اكتر من السبرنت اللي انت هتفتحه واحنا بندافع وطالعين نهاجم. فانا في وجهه نظري كريم فؤاد مستوياته الاخيره في المباراه الاخيره هتخليه اساسي بكره. ايمن اشرف ورامي ربيعه، انت اخترت رامي ربيعه. يعني رامي في اعتقد حته عمر السعيد في الماتشات الاخيره مع نادي الزمالك، وواضح جدا جدا يعني بصمه فيريرا على عمر السعيد اكتر، في وجهه نظري يعني متابعه ماتشات الزمالك، اكتر لاعب مستواه متطور مع فيريرا هو عمر السعيد، في خصوصا في الكرات العرضيه، الكرات الضربات القصيه بقى ممتاز جدا، تحركاته داخل منطقه الجزاء. فاعتقد هو محتاج لعيبه طويل. ايمن اشرف مع عمر السعيد، عمر ربما يتفوق في العامل الطول وكمان الجامب، عمر عنده جامب كويس، فربما يعني اعتقد في وجهه نظري يعني ان الامر يروح لثنائيه رامي وياسر.